تعالوا بيلعب. بسرعة نقول قبل ما ناخد اتصالاتنا فكرة المسابقة بتاعت البرنامج. اتفضل. برنامج اشتري مني، برنامج مسابقات في المقام الأول، كويس؟ في فقرات تانية، في مشهد درامي هتشوف الأول، دمه خفيف، نتمنى يعجبكم يعني. المسابقة بالظبط إيه هي؟ عندنا أربع أسئلة. أول سؤال، ركز معايا أستاذ محمد، ركز معايا أستاذ يونس. معاك. أول سؤال دخول السوق، ده سؤال سهل جدا إن شاء الله، السؤال ده من غيره ما تقدرش تخش سوق اشتري مني. يعني كويس؟ ده الكارت اللي بيخش بيه المتسابق. أول حاجة ده. أول حاجة. من غير وقت، هيبقى سهل. تاني حاجة. تاني حاجة سؤال مدته 30 ثانية للتفكير والإجابة، وأصعب شوية. لكن اللي بعديه بيبقى أصعب أكتر لأنه مدته بتبقى 20 ثانية، وده بيدخلك للمرحلة الرابعة والأخيرة. التالتة في الرابعة بقى هيقولها نصر. اللي هي النصر. الرابعة. طب ما كنت خليتني أنا المرحلة الأولى. طب قول التالتة كده تانية نصر عشان تاخد حقك. المرحلة الأولى كانت أسهل. طيب. بالنسبة لي. المرحلة الأولى هي دخول السوق اللي أنا كنت يا جماعة قلت لكم إن هي بتدوني أسهل حاجة. أنت طيب ليه كده غير مغاوري خالص بتاع جار العزيز؟ وغير المعلم سيد أبو كرش. ده كرش ده ده عامل لنا إزعاج. أنا كان نفسي أقول أنا سؤال السوق. أول سؤال اللي هو سؤال سهل يعني، سؤال وثلاث إجابات واحنا كل واحد فينا بيقول اجابه. هو كل سؤال لي ثلاث اجابات. كل سؤال لي ثلاث اجابات. كويس. اول سؤال دخول السوق ده من غير وقت. سهل جدا ان شاء الله، يبقى سؤال يعني بسيط. ثاني سؤال اصعب شويه زي قال محمد 30 ثانيه، ثالث سؤال 20 ثانيه، رابع سؤال 10 ثواني بس لو سمحت من فضلكم. طبعا دي امانه، محدش يستعين باي وسائل مساعده، لا جوجل ولا الكلام بس ده. بس في جوائز. في جوائز. ايوه. انا عندي ايه بقى؟ ونركز مع بعض. هقول ارقام التليفونات الاول، 00202-38-35-342 00202-38-35-341 دي أرقام تليفوناتنا. هاشتاجنا النهاردة اشتري مني واحد، اشتري مني واحد، ده الهاشتاج بتاعنا. نركز بس حاجة حاجة. قلت الجوائز يا محمد. الجوائز ايه هي؟ عندنا جائزة كل أسبوع، طبعا الأسبوع في حلقتين، حلقة يوم الحد وحلقة يوم الاثنين اللي هو بكرة إن شاء الله. تمام. ساعة وساعة. تمام. تفتكروا الجائزة ايه؟ ايه بقى؟ موبايل هواوي. انا ممكن اخش المسابقه. لا انت تريح شويه. ده كلنا عايزين نخش المسابقه يا نصر، مش انت. انا عايز اخش المسابقه. ده حاجه حلوه قوي والله. موبايل هواوي، مش هنقول نوعه بقى على الهواء، بس هو موبايل هواوي ان شاء الله باذن الله كلكم تكسبوا باذن الله. وحاجه تانية، اللي مش هيلحق يتصل بينا على الهاشتاج هيكون في سؤال خاص بيشاركوا معانا على الهاشتاج، بالتفاعل على الهاشتاج. وطبعا في شروط مكتوبه على طبعا الحساب بتاع القناه، لازم الشروط دي تكون متوفره. هتجاوبوا على سؤال الهاشتاج اللي هنقوله كمان شويه ان شاء الله. هناخد واحد في حلقه النهارده من الهاشتاج، وواحد في حلقه بكره، يبقى اتنين هيخش معانا في السحب. اللي هيتخطى معانا، اللي هيتخطى معانا السؤال الثالث، يعني دي كده في البدايه، احنا كان المفروض الرابع بس هنسهلها. تمام. كويس. اللي هيتخطى السؤال الثالث هيكون معانا في سحب بكره في نهايه الحلقه ان شاء الله. هنعمل زي سحب مع بعضينا، هنكتب الاسماء كلها، نبقى عارفين من الاسماء اللي معانا، والسحب هيكون عشوائي طبعا على الهوا. على الهوا. طيب ازاي هنختار بتوع تويتر؟ ازاي دي بقى؟ ده برضو بتتعامل عشوائيا. في الاخوه هناك اللي عاملين مجهود بشكرهم عليه جدا، كل الناس عامله مجهود بسم الله ما شاء الله. الاخوه في الاعلام الجديد باذن الله هيختاروا عشوائيا واحد النهارده، وان شاء الله عشوائيا واحد بكره هيخش معانا في التصويت. فهمنا الدنيا؟ فهمنا الدنيا. يلا بينا بقى. طيب في حاجة أخيرة. إيه هي؟ اللي هيتصل بينا عشان نتأكد إنه شايف شاشة المجد، هيبقى فيه رقم عشوائي قدامه. لو مش شايف مش هيقول الرقم. شايف؟ هيقول الرقم. قال الرقم دخلناه المسابقة. ما قالش الرقم. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب هي الجوائز، انت قلت الجوائز هواوي. حلو قوي. انا عايز اخش المسابقة. حاضر يا استاذ محمد. يا جماعة نداء استاذ محمد نصر عايز يخش المسابقة. طيب هنتكلم كمان في تفصيلتين كده هنقول لكم عليهم، بس قدام في فقرات معانا، بس ناخد نوال. السلام عليكم يا نوال. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.